السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبابي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، النهاردة حبيبي موعدنا مع درس جديد من دروس مادة المهارات المهنية بعنوان سلامة الطعام وحفظه. قال لك يجب أن يحفظ الطعام بشكل سليم، ولذلك تقوم المصانع والمنازل بطرق مختلفة لحفظه. تستخدم معامل التصنيع بعض المواد الحافظة لجعل الأطعمة تدوم لفترة أطول. يبقى معامل التصنيع بتستخدم المواد الحافظة اللي بتطول عمر الطعام اللي احنا عايزين نحفظه لفترة طويلة علشان ما يبص ويتعرض للفساد والتلف. طيب المواد الحافظة المستخدمة: حمض الستريك، حمض الاسكوربيك، النتريت، الكبريتيك. قال لك الأخطاء التي قد تحدث عند التصنيع. تتسبب الأخطاء التي تحدث أثناء حفظ الطعام في نمو البكتيريا أو العفن. يعني لو خزننا الطعام بطريقة خاطئة هنتسبب بدل ما نحفظ الطعام، لا هنحفظ البكتيريا وهتكبر وهزيد والعفن هيزيد في الطعام، مما يؤدي إلى إصابة الناس بالأمراض. نيجي حبيبي لطرق حفظ الطعام. عندنا 5 طرق بسيطة وسهلة اللي هي للحفاظ على الطعام. 1 التجفيف. يعني ايه التجفيف؟ كلنا عارفين التنشيف، يعني مش هنحفظ الطعام وهو مبلل بالماء. تاني فترة او تاني مرحلة التجميد. تالت مرحلة البسترة، زي اللبن ما بيبسطروه كده حبايبي، يبقى اسمه اللبن مبسطر، يعني معرض لدرجة حرارة عالية جدا وفجأة روح مدخلينه في درجة برودة عالية جدا، يبقى هنا حصل له بسترة، يبقى الميكروب اللي بينمو على الحرارة مات من البرودة الجامدة الشديدة، واللي بينمو على البرودة مات من الحرارة الشديدة. بعد كده بيخش على مرحلة التمليح، بعد كده بيتعلب يا حبايب. يعني التعليب اللي هو بنحطه بنضعه في علب زي ما انتم شايفين كده. نيجي حبايبي ممارسات لسلامة الغذاء. ممارسات يعني إجراءات، يعني خطوات بتتخذ علشان الغذاء يفضل صحي وسليم، الغذاء اللي هو مخزن. يكون المنتج الغذائي غير صحي إذا كان السائل الموجود في العلبة يحتوي على فقاعات ورائحة حادة. يبقى المنتج الغذائي اللي احنا هنخزنه بيبقى غير صحي إذا كان السائل الموجود في العلبة بيحتوي على فقاعات، اللي هي الفقاقيع اللي هي البالونات الهوائية، بتبقى يعني فقاقيع صغيرة كده يعني مليانة هواء ورائحته حادة، رائحته مثلا بتبقى قوي زايدة، الريحة زايدة، هنا حادة يعني زائدة عن الحد. التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة وأنه غير منتهي. يبقى أنا بتحقق، ببص على أي حاجة بشتريها بتحقق هو ينتهي إمتى، فضله قد إيه وينتهي. المدون اللي هو المكتوب على العلبة وأنه غير منتهي، مثلا قدامه سنة، 3 أشهر، 6 أشهر، 8 أشهر، 14 شهر، يعني قدامه وقت كتير وغير منتهي. نيجي حبيبي يعني إيه تاريخ انتهاء الصلاحية؟ هو التاريخ الذي يجب أن يتم فيه استهلاك المنتج، يعني ما يقعدش يوم واحد بعد كده ولا ساعة واحدة حتى بعد اليوم، يبقى يجب أن يتم فيه استهلاك المنتج. بعد هذا التاريخ، يعني بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، لا يمكن ضمان سلامة المنتج وجودته. الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود عيوب في المنتج، في الشيء اللي أنا هشتريه لقيته فيه عيوب مش كويس. عند وجود عيوب في المنتج عليك التوجه للمتجر لإعادة هذا المنتج. أروح للمكان اللي أنا اشتريته، المتجر اللي أنا اشتريت منه، أقول لا مش حلو رجعه لي.
اذا لم يتم حل المشكله بالمتجر، يعني لو ما حلتش المشكله في المكان اللي انت اشتريت من المتجر اللي هو المحل، المكان اللي انت اشتريت منه المنتج اللي مش عاجبك اللي بايظ، هتعمل ايه؟ قال لك يجب الاتصال بجهاز حمايه المستهلك او المستهلك لتقديم شكوى. هتصل بقى بجهاز حمايه المستهلك وقدم له شكوته، اقول له ان هم غشاشين وبيبيعوا المنتجات بتاعتهم منتهيه الصلاحيه وكده مش هينفع وهنتعرض للامراض. جهاز حمايه المستهلك بيعمل ايه؟ قال لك يتم ارسال مفتشين الى المصنع للتاكد من صحه تاريخ الصلاحيه. ما هو انت مش هتقول لهم المصنع ده حاجته منتهيه وهم يقول لك ماشي ونعمل له محضر بقى ونوقع عليه عقوبه ماليه. يبقى يتم ارسال مفتشين الى المصنع للتاكد من صحه تاريخ الصلاحيه، ويعملوا ايه بقى؟ وتوقيع عقوبه مناسبه على المصنع. يبقى هيوقع عقوبه، والعقوبه طبعا غالبا بتكون ماليه، يعني بيغرموه بيدفع غرامه ماليه كبيره يعني. ليه؟ لضمان عدم تكرار مثل هذا الموقف مرة أخرى، يعني عشان ما يكررش مع حد مرة تانية. قال لك يوجد العديد من الطرق الشائعة لحفظ الطعام، ومنها المخللات السريعة، كلنا عارفين المخلل. يستخدم الملح والخل فقط لحفظ الخضروات. يبقى إيه المادة الحافظة اللي هي بتحفظ الخضروات المخللة؟ الملح والخل. يمكن أن يكون هذا النوع من المخللات جاهز للأكل في خلال ساعات. في أنواع من المخللات تأكل منها حلوة تحط عليها الملح والخل وبعد ساعة أو ساعتين تأكل منها كويسة. والمخللات ديت بتستمر لمدة أسبوع تقريبا في الثلاجة. نيجي حبايبي للفقرة اللي بعد كده بعنوان إرشادات السلامة. اغسل يدك والخضروات جيدا، يبقى اغسل إيدي واغسل الخضروات كويس. كن حذرا عند استخدام سكين حاد، كن يعني واخد حرصك، حريص على نفسك وعلى أيديك. ضع إحدى يديك على المقبض والأخرى فوق نصل السكين، يعني هتحط إيدك هتمسك السكينة من المقبض الخشبي أو البلاستيكي بتاعها والتانية هتحطها فوق نصل السكين من فوق. لا تترك البرطمانات خارج الثلاجة لأكثر من ساعة. وليه؟ عشان لا تتعرض للفساد والتلف. نيجي يا حبايبي للتكفيف. ويعني إيه التكفيف؟ يزيل التكفيف اللي هو التنشيف الرطوبة من الأطعمة حتى لا ينمو عليها اي عفن او بكتيريا. يبقى ايه فايدة التكفيف؟ وعرفنا يعني ايه التكفيف. يزيل التكفيف الرطوبة من الاطعمة حتى لا ينمو عليها اي عفن او بكتيريا. جميع اشكال التكفيف تحتاج الى 1 مزيج من الرطوبة المنخفضة اللي يعني مش عالية، درجة حرارة مرتفعة. درجة حرارة عالية هنا يبقى الرطوبة مش عالية ودرجة الحرارة مرتفعة يعني عالية. 3 دوران الهواء لإزالة الرطوبة مع تجنب تلف الأطعمة أو فساد. يبقى هجيب مروحة وشغلها على الهادي عشان الحرارة تنتشر في جميع أنحاء المكان اللي أنا عايز أنشف منه أو أجففه، أجفف الحاجات اللي فيه وخلي المروحة الهواء يدور فيها يدور بيها حتى لا تتلف الأطعمة أو فسادها. نيجي حبايبي طرق التكفيف المنزلية الشائعة المستخدمة. طرق التكفيف المنزلية اللي في البيت الشائعة المنتشرة. 1 التكفيف باستخدام الهواء في الداخل، هسيبها في الهواء لما تنشف. التكفيف في الشمس خارجا أو هحطها تنشف في الشمس برا البيت. 3 التكفيف باستخدام الفرن، او هشغل الفرن على الهادي كده واسيبه فيه شويه لحد ما ينشف. نيجي حبايبي هنفسر مراحل التكفيف اللي احنا قلناها بالتفصيل شويه. اولا التكفيف باستخدام الهواء في الداخل. تكفيف بعض الخضروات والفطر والفلفل الحار والاعشاب بالهواء في الداخل. إرشادات السلامة أثناء التكفيف. 1 اغسل الفواكه أو الخضروات أو الأعشاب اللي انت هتجففها
صفها جيدا من الماء قبل تكفيفها، يعني الماء اللي فيها يعني صفها كلها. قم بعملية التكفيف بالهواء في مكان دافئ وجاف ناشف، يعني قم بتعليق الأطعمة بخيط أو وضعها على أرفف لتتعرض لدوران الهواء وتجفف. ثانيا، التكفيف في الشمس خارجا. تكفيف الفواكه بما في ذلك الطماطم، يبقى الفواكه بجميع أنواعها والطماطم في الشمس، لأنها الطريقة المثلى، يعني الطريقة العظمى أو الأمثل أو الأحسن لاحتوائها على نسبة عالية من الأحماض والسكريات ولحمايتها من التلف اللي هو الفساد، وبالبلدي البوظان، إن الحاجة تبوظ. يمكن تكفيف الفاصوليا بالطريقة نفسها، يعني بنحطها في الشمس وبننشفها بالهواء. إرشادات السلامة أثناء عملية التكفيف: اغسل الفواكه أو الخضروات أو الأعشاب وصفها جيدا من الماء قبل تكفيفها، يعني قبل تنشفها. يجب أن توضع الفواكه وبعض الأعشاب الطبية في الشمس طوال اليوم لتكفيفها على فرش أو مسطح من الخشب، يعني لوح خشب يعني، أو من الستانلس، الستانلس الستيل اللي الناس عندي يعني كلنا عارفينه، أو من البلاستيك. يفضل أن تتم عملية التكفيف في الأيام الحارة والجافة، اللي هي الحارة اللي فيها جفاف، درجة الجفاف عالية، يعني الهواء بيبقى سخن شوية، وأثناء الليل يجب أن تتم تغطيتها ووضعها في الداخل عشان بتنزل شبورة ما حدش بياخد باله منها، مع طول الوقت بيحصل الحاجة اللي بنشفها ندى. طب منين بنشفها ومنين بنسيبها للندى؟ ثالثا، التكفيف باستخدام الفرن. يمكن تكفيف معظم الأطعمة في الفرن. إرشادات السلامة أثناء تكفيف الأطعمة في الفرن الكهرباء: اغسل الفواكه أو الخضروات أو الأعشاب وصفيها جيدا من الماء قبل تكفيفها، يعني هغسلها وصفيها كويس جدا، ما تسيبش فيها ولا نقطة مية قبل ما أنشفها أو أحطها في الفرن. يجب أن تتم عملية التكفيف في الفرن على درجة حرارة تتراوح بين 57 إلى 92، يعني في الحدود دي كده، إلى 92 درجة مئوية، مع فتح باب الفرن وتشغيل مروحة الفرن لعدة ساعات، وذلك لأن درجات الحرارة المرتفعة جدا قد تؤدي إلى طهي الطعام بدلا من تكفيفه. ممكن هنلاقي بوست بدل ما هننشفها اللي استوى، يبقى بالسلامة الطعام وأي حاجة بقى. يبقى ملاحظة نحطها في دماغنا: طرق تكفيف الطعام بالهواء في الداخل. ألاحظوا بقى، ألاحظ الطرق دي كلها علشان ما يبصي، أو تكفيفه في الشمس هي الطرق المثلى، هي الطرق الأحسن. يبقى أنشفه في الشمس، إن الشمس حرارة طبيعية عمر ما يطبخ، أما الفرن حرارته صناعية. يبقى ملاحظة طرق تكفيف الطعام بالهواء في الداخل أو تكفيفه يعني تنشيفه في الشمس هي الطرق المثلى، هي الطرق الأحسن لتكفيف الطعام. نيجي حبايبي لفترة التدريبات على الموضوع اللي احنا شرحناه، اللي هو موضوع التكفيف. واحد، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، عملية حفظ الطعام تتم في المصنع فقط. ده كلام ده ايه يا حبايبي؟ طبعا غلط يا حبايبي، لان عملية حفظ الطعام ممكن تتم في المنازل وفي المصانع وفي اي مكان، سواء مقفول او مفتوح. اتنين، التكفيف والتجميد احد طرق حفظ الطعام. الكلام ده صح ولا خطأ؟ طبعا صح يا حبايبي. تلاتة، معامل التصنيع تقوم بإضافة المواد الحافظة عند تخزين الطعام. الكلام ده ايه؟ صح طبعا يا حبايبي. المنتج الغذائي الصحي هو الذي له رائحة سيئة. أظن يعني اي حد يجاوب عليه. غلط طبعا يا حبايبي. يجب التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء.
او قبل شراء المنتجات. الكلام ده صح ولا غلط؟ اكيد صح. 6 بعد التكفيف في الشمس او يعد التكفيف في الشمس احد طرق تكفيف الاطعمة في المنزل. الكلام ده ايه يا حبايبي؟ طبعا صح يا حبايبي. 7 الخطأ الذي يحدث عند حفظ الطعام يتسبب في نمو العفن. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح طبعا واكيد يا حبايبي. 8 عند وجود عيوب في المنتج يجب التوجه للمتجر لإعادة هذا المنتج. الكلام ده ايه؟ صح ولا غلط؟ الكلام ده صح طبعا يا حبايبي. نيجي الفقرة الثانية من الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 عملية ايه تقوم بإزالة الرطوبة من الأطعمة؟ عملية السلق او عملية الطهي او عملية الغلي تقوم بإزالة الرطوبة من الأطعمة او عملية التكفيف تقوم بإزالة الرطوبة من الأطعمة؟ اقول عملية التجفيف تقوم بإزالة الرطوبة من الأطعمة. 2 يكون المنتج الغذائي ايه اذا احتوى السائل الموجود به على فقاعات؟ يكون المنتج الغذائي غير صحي به صحيا جيم طازجا دال جيدا. لا، يكون المنتج الغذائي غير صحي اذا احتوى السائل الموجود على فقاعات. 3 الاخطاء التي تحدث اثناء حفظ الطعام تتسبب في ايه؟ في زيادة الجودة به تماسك القوام جيم نمو البكتيريا دال زيادة الكمية. بتتسبب في ايه الاخطاء التي تحدث اثناء حفظ الطعام؟ تسبب في نمو البكتيريا. 4 يعد التمليح احد طرق حفظ الكتب ولا الطعام؟ جيم اللبن دال الحلوى. يبقى 4 يعد التمليح احد طرق حفظ الطعام. رقم به يا حبيبي. 5 يتم استخدام حمض الستريك كنوع من المواد عند حفظ الطعام. المواد الحافظة ولا المواد السكرية ولا المواد الصلبة او المواد المالحة؟ لا طبعا المواد الحافظة. 6 عملية تكفيف الطعام تحتاج الى درجة حرارة مالها بقى؟ معتدلة باردة منخفضة عالية. يبقى عملية تكفيف الطعام تحتاج الى درجة حرارة ايه؟ طبعا منخفضة يا حبايب، عشان لو عالية هتطبخ مش هتنشف. 7 يقوم جهاز ايه بارسال مفتشين الى المصنع للتحقق من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي؟ جهاز الشرطة به جهاز حماية المستهلك به الدولة جيم البيئة. لا طبعا يقوم جهاز حماية المستهلك بإرسال مفتشين إلى المصنع للتحقق من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة علشان يجيلكوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.